طيب نروح للمباراة المرتقبة غدا، المغرب والبرتغال. يعني أنا الحقيقة أتمنى من كل قلبي المغرب هي اللي تفوز، لكن يعني شايف إنه مين فرصه أكبر. الحقيقة المغرب خطوطه دفاعية قوية جدا، ويمكن شفنا حتى لما كان بيلعب منتخب أسبانيا كان في خوف من منتخب أسبانيا، ابتدت يبقى في رهبة، شفنا شوية توتر في الملعب. اه طبعا منتخب المغرب بصراحه منتخب محترم جدا، كلنا بنتمنى له التوفيق جوه، اللي نشوف لو على مستوى الكوره والتوقعات ان فرصته بكره طبعا هتبقى اقل بكتير من منتخب البرتغال. منتخب المغرب عمل ماتش كبير قدام اسبانيا، لعب 120 دقيقه، كان باين جدا الارهاق على اللعيبه في الاخر. منتخب البرتغال طبعا ومدربهم سانتوس قدر ان هو يكسب سويسرا مرتاح جدا بسداسيه طبعا، وكمان كان مع عبد رونالدو ونزل ربع ساعه بس. فمنتخب البرتغال اعتقد ان هو بكره هيبقى ليه الفرصه الاكبر ان هو يتاهل للدور الجاي، ولو ان منتخب المغرب طبعا بيمتلك حظوظ، ولكن الاصابات والارهاق شفنا الماتش اللي فات كذا لعيب خرج مصاب من المباراه، رومان سايس قائد الفريق خرج نوعا ما مصاب، كله بصراحه اجهاد عضلي واصابات، فالموضوع هيبقى صعب، ولكن الامر موجود. المغرب لازم ان هي تطمح انها توصل لدور نص النهائي، ليه لا؟ انا مفيش حد احسن مني. المغرب بصراحه فرقه مليئه بالنجوم والمحترفين في كل الفرق، في احسن فرق العالم. صحيح. طيب لو هتدي نصيحة لرجراجي أو شايف رجراجي إيه الثغرات اللي هيحاول يسدها على قد ما يقدر بكرة؟ والله وليد الركراكي مدرب بصراحة أثبت إن هو مدرب كبير جدا، هو دايما هو بيلعب قدام الفرق الكبيرة على هجمات المرتدة، بيسيب الاستحواذ للفرق التانية، وعنده لعيبة في فرقته بصراحة قادرة إن هي تصنع على الهجمات المرتدة بشكل خطير جدا، يوسف النسيري، حكيم زياش، سفيان بوفال، عنده لعيبه وعنده سرعات كويسه جدا. هو الاحسن بكره ان هو ما يعملش غلطه سويسرا، سويسرا بدات الماتش وعايزه تهاجم البرتغال بحيث ان هي تجيب الجون بعد كده تقفل، لا انت لازم تقفل من الاول زي ما عملت قدام اسبانيا. الاستحواذ ملوش قيمه في الكوره، الاستحواذ مش بجوان، الاستحواذ ملوش قيمه، فانت لازم تسيب الاستحواذ لمنتخب البرتغال وترهقهم وتلعب على الهجمات المرتده، دي فرصتك الوحيده. مش هينفع تفتح طبعا قدام منتخب كبير عنده نجوم كبيره، عنده رونالدو، برناردو سيلفا، جواو فيليكس، عنده لعيبه كتيره جدا بالذات على المستوى الهجومي. منتخب البرتغال دلوقتي بيمتلك قائمه من اقوى القوائم اللي في تاريخه، هو عايز يوصل ابعد مرحله، رونالدو عايز ينهي مسيرته الدوليه طبعا بكاس عالم، وده طبعا طموحات واهداف ليه وحقه. فبصراحه منتخب المغرب بكره لازم يقفل خطوطه من بدايه المباراه ويلعب على الهجمات المرتده بشكل كويس جدا وما يفتحش الملعب. ان شاء الله احنا قلوبنا ودعواتنا مع منتخب المغرب بكل تاكيد. سريعا جدا توقعاتك لمباراه انجلترا وفرنسا. ماتش صعب جدا طبعاً. ماتش صعب جدا بصراحه، بس انا اتوقع ان منتخب انجلترا هيبقى ليه الافضليه، عكس في ناس كتير بتتكلم عن منتخب فرنسا. فرنسا كان عامل اداء هايل الحقيقه النسخه دي. اه طبعا، بس منتخب فرنسا هو منتخب فرنسا بيمتلك هجوم بيعتمد على سرعات كيليان امبابي وجريزمان، انت لو قفلت عليه السرعات دي فانت هتقدر ان انت تحجمه في الملعب، وانا اعتقد ان منتخب انجلترا مع مدربه طبعا ساوث جيت قادر ان هو يعمل كده، وقادر كمان ان هو يستحوذ على الكوره، وقادر ان هو يمنع منتخب فرنسا من الهجمات المرتده. طبعا ساوث جيت ومنتخب انجلترا والجماهير كمان بتطمح ان هي تاخد كاس العالم، ده ما خدوش كاس عالم من سنه 66، بيعتبروا ان الجيل ده هو الجيل الذهبي ليهم، مليء بالنجوم بقياده هاري كين في الهجوم طبعا، وفي الفودن وجريليش ولاعيبه كتيره جدا، ولكن منتخب فرنسا يظل طبعا هو بطل العالم ويمتلك لعيبه من افضل اللعيبه في العالم، ولكن انا شايف ان منتخب انجلترا هو الاقرب ولو بحاجه بسيطه جدا ان هو يصعد للدور الجاي ويحقق المفاجاه. طبعا احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الناقد الرياضي احمد عصام. مره ثانيه قلوبنا مع منتخب المغرب، ان شاء الله المباراه هتكون بكره، مباراه المغرب والبرتغال الساعه 5 بتوقيت القاهره.